طبعا أنا أشكر المنظمين على هذا الحفلة واللقاء الرائع، وهي فرصة أعتقد فرصة ممتازة للجامعات البريطانية إن هي تقدر تتعرف بالطلاب المغاربة وإيش النظام التعليمي في المغرب، وكيفية إحنا في بريطانيا كيفية إن إحنا كيف نسوق بريطانيا عامة كجهة إن الطلاب المغاربة يأتوا يدرسون فيها البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. طبعا المغرب في السنين الماضية حصل فيه تطور ملحوظ على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي، وإن عدد طلاب المغاربة اللي يجوا بيدرسوا في بريطانيا عامة بيرتفع كل سنة، وده إذا يدل على الانفتاح والاستراتيجية بقيادة الملك محمد السادس، إنه استراتيجية في الانفتاح وكيفية إن الدول العالم وبالذات خاصة المغرب إن هي حلقة وصل بين أوروبا والشرق الأوسط يكون في انفتاح أكثر لتبادل الخبرات وتبادل التجارة. وأعتقد أحد الأشياء المهمة اللي لازم يركز ويتم التركيز فيها إن كيفية إن يجي الطلاب يأخذوا الخبرة في جامعات بريطانية ويدرسوا ويقرأوا فيها ويستفيدوا من الخبرة البريطانية وطريقة التعليم البريطانية ويرجعوا للمغرب لتطوير المغرب. فالمغرب يعني بدأ في تطور ملحوظ، وأعتقد إن السنين القادمة في الثلاث أو الخمس سنين القادمة ومع الاستراتيجية والرؤية الملك في 2030 هيكون المغرب هيصبح أفضل وهيكون من الدول القيادية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا. شكرا جزيلا أستاذ. جينا اليوم من مدرسة أبو دار الغفاري لهذا الإيفينمو باش نشوفوا لي يونيفرسيتيز اللي كاينين في لونجلتير ونشوفوا الأفاق اللي من مورا الباك شنو غنديروا. درنا احنا لوبسيون لونجلي علاش على ود حنا انا جاي من العراق وجيت انا كنت ديجا قريت باللونجلي في قطر وجيت اليوم على ود باش نشوف نكمل على ود في المغرب ما كاينش بزاف ديال الشعاب اللي قدو يمشيو برا فبغينا نشوف لونجلتير وصافي. بونجور انا ضياء سين من ليكول ابو دار الغفاري، جينا اليوم لهذا ليفينمون هذا حيت اوني انتريسي باغ ليزيتود سوبيريور في لونجلتير و بيسكو هنا كاين لي زونيفرسيتي كي بيتيتر يقدروا يضمنوا لنا افق ابخي دوكو و دو فات لو فات انه انا دايرين اون اوبسيون انجليز دوكو فاني لو بلوز انتريسي بهذا لي زيفينمون هذا باسكو اغلبيه ديالنا ما عوالينش يبقاو هنايا عوالين يمشيو يقراو برا. هي صراحه لو بلان ان هو اننا نمشيو نقراو برا يا اما ليو كي ولا ليو اس ان تروك دون جونغ sinon الا ما كتبش الله نبقاو هنايا في المغرب. دونك اون اي لا اوجوردي اون ا ليديسيون 2019 دو سالون ديز اتود او رويوم اوني présent avec nous 21 universités de toutes les régions de la Grande-Bretagne qui sont là pour discuter avec les étudiants marocains, leur présenter les cursus scolaires, leur parler des coûts des études mais aussi des bourses disponibles pour les étudiants marocains. Donc les étudiants peuvent venir poser toutes les questions, visiter chaque stand. Ça sera aussi une opportunité pour les représentants des universités de faire connaissance avec les étudiants marocains, leur intérêt pour la langue anglaise mais aussi pour les études au Royaume-Uni. On a d'ailleurs l'option anglais, bac international. جينا هنا اليوم باش نستافدوا من وناخذوا معلومات على اليونيفرسيتي اللي كاينين في لونجلتير. بالنسبه علاش درنا لوبسيون اونغلي حيتاش لونغلي هي لا لونغ انترناسيونال، واخا ما كاينينش هنا بزاف ديال الافاق في المغرب كنا بقينا نلقاو ليها افاق برا المغرب وكنتمناو يكون عندنا هنا افاق كذلك هنا في المغرب كذلك. الله اهلا وسهلا فيكم، انا ريماس بدرس في مدرسه ابو دار الغفاري موجوده هنا في الرباط. الفكره العامه للموضوع اللي هنا ان احسن حاجه عملوها هم جابوا اليونيفرسيتيز من بريطانيا بس يشجعوا فيها الناس او اللي بيدرسوا دابا في البكالوريا ان هم يتشجعوا ويدرسوا برا وياخذوا فرص للحياه اللي هم يخدموا او ياخذوا شهاده كويسه في الجامعه. Hi, good afternoon. It's a pleasure to be at the British Council here today representing NCUK and London Academy in Casablanca. My impression of the event so far, the students are very ambitious and they're asking all of the right questions. They're asking some very interesting questions and the level of English in particular
is very, very impressive. The reason we've chosen Morocco is we've actually partnered with a school here in Morocco, London Academy in Casablanca, and what we're offering is a foundation year to help Moroccan baccalaureate students bridge the gap between the local system and the UK degree system. So we will be teaching that from October 2019 with London Academy, and that's the reason we're here today, is to spread the word, create awareness and talk to some students. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.